السلام عليكم، معكم إبراهيم بكري، رئيس الجمعية المغربية المحافظة على التراث الثقافي وروح المواطنة. روح المواطنة اللي جعلتنا أننا نكون هنا معكم في هذه الأبواب المفتوحة اللي تبارك الله بينت لنا شكون حنا في المغرب، وبينت لنا فين وصلنا تبارك الله. وتبارك الله تنشكروا المديرية العامة للأمن الوطني ولا دايستي، الناس اللي أنهم سهروا على هذا الفضاء تبارك الله وعلى هذا الشيء اللي وصلنا له، وبينوا العالم ماشي غير المغرب، وبينوا الحمد لله التطورات اللي وصلنا لها. تنشكروهم. وفاس كما قلنا ما أحوجها إلى تشوفوا الجمهور تبارك الله اللي كاين هنايا متعطش بزايد، وما نكرهوش أن يكونوا بادرات ومبادرات بالنسبة للدرك الملكي ولا القوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية. الناس اللي هما حامين هذه البلاد باش يكون واحد تآزر واحد تقارب من المواطن. دابا هذه تنشوفوا هذه الأبواب المفتوحة بحال تنقولوا تقريب الإدارة من المواطن، والحمد لله شفنا فين وصل التقدم ديال البطاقة الوطنية، شفنا لا دي اس تي، التطور المكافحة ديال الإرهاب، الجريمة المنظمة، التقنيات اللي وصلوا لها تبارك الله. شفنا بزاف ديال الحويجات اللي ما كناش كنقولوا حنا بأننا وصلنا لذاك المستوى هذاك، وتبارك الله عليهم ومزيد من التوفيق. وحنا يد في يد تنشكروا هذا المنبر ديالكم اللي جعلنا أننا نعبروا على هذا الشيء اللي شفنا، وتنشكروكم بزاف، وتنتمناوا من الله نشوفوا الأبواب المفتوحة الخامسة إن شاء الله في أي مدينة نقدروا نمشيو لها. تبارك الله عليكم.